لا دابا لا شوف ما كاين حتى شي مضايقات اسمو. هناك بعض الشباب رفع بعض اسمو تما من بعد شي وحدين منهم جاوا واعتذروا لي شخصيا، انا كيقول لك حنا مخلصين وحنا كنعتذروا، انا اعتذروا لي امام عدد من المواطنين واخرين وبعض بطبيعه الحال مدفوعين بالمقابل اموال، وهذا طبيعي. حنا كنظنوا بان بعض المنافسين السياسيين ما عندهمش القدره ينافسوا حزب على التنميه في حمله انتخابيه نزيهه قويه وتواصل مباشر مع المواطنات والمواطنين، وبالتالي هم كيلجؤوا لعدد من الاساليب. اذا كانت من بين هذه الاساليب هو استعمال المال والانزال الفظيع للمال، فمن بين الاساليب ايضا الحملات المموله على صفحات الفيسبوك وفي الفضاء الرقمي وفي مواقع التواصل الاجتماعي بتمويلات كبيره، لكن ايضا من بينها هذه البلطجه التي رايناها هنا وهناك. البلطجه ما تعرضتش لها فقط حمله حزب عدالة التنمية، بل راينا بان هناك بين احزاب اخرى يعني استعمال للعنف وتحطيم لزجاج السيارات وتحطيم للممتلكات، وهذا مع الأسف مؤسف جدا. وحنا بغينا باش الانتخابات المغربية أن تكون بعيدة عن هذه الأساليب. شكرا جزيلا. نضالية هي الوطنية، تحية نضالية.